في حد بيتحداني في التعليقات ان اعمل حاجه عايزهم 7 جنيه. معانا ال 7 جنيه اهي وتعال نشوف انا باقي ايه. متنساش بقى لايك والفولو ويلا بينا. هنروح عند الراجل هنجيب واحد فريسكه بالحلاوه، الفريسكه دي جامده جدا، وهنجيب واحد دانت. ايوه هي دي، يبقى الفريسكه ب 3 جنيه والدانت ب 4 جنيه، يبقى كده ال 7 جنيه. وكوبايه البلاستيك بتاعتنا، وتعال نشوف هنعمل ايه. هنجيب الفريسكه وهنقطعها قطع صغيره كده بالطريقه دي بالسكينه، بس حاول تقطعها قطع صغيره عشان تخش جوه الكوبايه، اوعى تعور نفسك بالسكينه. ايوه نزلها في الكوبايه بالطريقه دي واحده واحده. بعد كده تجيب الدانت بتاعتك وتفضيها، تفضي نصها بس والباقي يبقى كله انت بقى. اضرب في الكوبايه في الارض كده عشان الفريسكه تنزل، وقلب كويس يا سلام. وبعد كده تجيب المعلقه وتحطها بالطريقه ديت في الكوبايه وتسيبها في الفليزر بالظبط 5 ساعات. قلت لكم في الجزء الاولاني ان انت تسيب الاختراع ده في الفليزر بالظبط 5 ساعات، وقلت لك تستناني في الجزء الثاني، مش كده ولا ايه؟ ودلوقتي احنا في الجزء الثاني. يا لهوي دي جمدت خالص. هنجيب بقى شويه ميه ونحطها فيها عشان نفك التجميد دوت ونشدها، وطلعت معانا يا سلام يا سلام. تعال نجرب بقى، وهوبا وربنا عظمه. متنساش بقى تعمل لايك وتعمل فولو وتعمل حركه اكسبلور، وتكتب لي في التعليقات لو عايز حاجه تانيه.